تحياتي للجميع، معكم باسم ميديا ستار جروب بدرس جديد من دروس تعليم سلسلة عملاق المونتاج برنامج أدوبي بريمير. اليوم تابع معكم أنا بدروس الجرافيكس. اليوم بدنا نحكي نحن عن شغلة كتير مهمة وكتير ظريفة اللي هي اسمها أبجريد تو ماستر جرافيك. شو هو الماستر جرافيك يا شباب ويا صبايا؟ خلونا نحن نكون هون بالتايم لاين. نحن عنا هذا الجرافيك اللي اشتغلنا عليه من قبل مثل ما بتتذكروا، اللي موجودة في هذه الجرافيكس كلياتهم. فسأنا أنا لحتى أعمل نسخ لهذه الجرافيك اللي هون كلها، أنا فيني أضغط على وأنا معلم عليها بالتايم لاين، بضغط على زر الآلت شايفينه بسحب، فأنا بعمل عدة نسخ لهيدي الجرافيكس اللي هون. فأنا إذا مشيت هلأ، يعني ممكن أنت هيدي مثلا الجرافيكس اللي عاملها بدك إياها تطلع تختفي وتطلع كل شوي. تمام يا شباب يا صبايا. فهلأ أنا هون عندي شغلة، انا لما انسخ هون الجرافيكس اللي عندي، فانا اذا جيت عدلت مثلا على اي وحده فيهم، لفرض انا جيت لهون مثلا محيط لهذا الشيب بالخلفيه، فهذا التاثير بيكون على هيدا بس لوحده، يعني على هذه الجروب. انا اذا جيت انتقلت على اللي بعدها، شوفوا هيدا ما تاثرت وهي ما تاثرت، شايفين وهي ما تاثرت. فالماستر جرافيك شو هي؟ هي عباره عن انه انت بتعمل جرافيك جروب مثل هيدا، فأنت بتسويها ماستر، فأنت لما تنسخها وتحطها فوق الفيديو بكذا محل، فأي تغيير بتعمله على هاي بنعمل على كل الماستر جرافيك التانيين أو على كل الجرافيك التانية اللي نسختها أنت من هيدا. هلا هي كتير أحيانا بتفيدكم، يعني إذا أنتم عندكم نص أو عندكم مثلا انتقال حلو، عاملين مثلا مستطيلين محركينهم هون بجرافيك وبتكون طبقوه على كل مكان، فممكن تستخدموا هالماستر جرافيك لحتى إذا اضطريتوا بتكون تعدلوا شغلة عليها بالمستقبل، ما تيجي عليهم وحدة وحدة تعدل، لا، فينك أنت مباشرة متعدل على الماستر جرافيك الأساسية، فكل شيء تاني بتعدل. خلونا نشوف هذا تطبيق عملي. أنا أفضل إذا شغلة مثلا أنت عاملها مثل هيدا وممكن تستخدمها لحالة بمكان تاني، تعمل لها نسخة لحالة مثل ما اتفقنا، بضغط على الألت وبسحبها، تعمل لها نسخة لحالة تحطها على جنب حتى إذا قررت تستخدمها بعدين لحالة بلا تعديلات تجي عليها بتستخدمها. فهلا انا رح اجي على هيدي الجرافيكس اللي عندي. شو بعمل انا؟ بروح على الجرافيكس اللي هون، بعمل ابديت تو ماستر جرافيك. شايفين كيف صار خط احمر هون وصار اسمها جرافيك؟ مثل ما بنشوف هون بالبانل الخاصه بملفات المشروع صار اسمها جرافيك هون وتغير شكلها بهالشكل. انا فيني اضغط ضغط عليها بسميها مثلا ماستر. فانا هلا بجي عليها، شوفوا شو بدي اعمل. هلا انا بدي انسخها هلا بكذا مكان، هون وهون. فانت ممكن تستخدمها بالفيديو بعده اماكن، ممكن يكون عندك انت نص مثلا عن شخصيه معينه بتطلعه بكذا محل، فانت بدك اذا عملت تعديل اساسي مثلا، شوفوا هلا شايفين نسخه كلهم هون. فانا اذا بدي اعمل تعديل على هاي، شايفين مثلا ممكن اجي لهون اعمل فرام فايل، ضيف هاي مثلا، شايفين ضفت لها انا هذا الارنب، راح اجي احطه هون. فلا انا بيجي على كل شيء بعدها، شايفين يا شباب ويا صبايا، نضاف الارنب على كل شيء بعدها. بيجي لهون انا بضغط على الويلكم، راح اجي مثلا انا شيل الستروك، راح احط الفيل خلي لون احمر مثلا، شايفين راح اعطيه شادو، راح انزل اعدل بالشادو شوي، راح زيده هيك، راح بعده راح اخذ زاويته لفوق هيك شوي، طبعا راح خففه لسه شوي. هلا بجي انا، شوفوا شايفين كيف كل اللايرات اللي بعدها صاروا مثلها. يعني هي ميزه الابجريد تو ماستر جرافيك، كثير كثير بتفيدك. يعني كثير احيانا انت مثلا ممكن تضطر تعمل انت مثل هذا البانر اللي بيطلع، فانت تعمل البانر بجرافيك لوحده وبلون معين مثلا انت عم تعمل لمونتاج، فهذا الجرافيك بس انت بتكون يعني مشترك بكل فيديو بده يطلع، الكلام ممكن يتغير عليه كل شوي، يعني كل بانر يكون في فوقه كلام، فانت بتعمل ماستر لهذا البانر لوحده وبتنسخها على كل الفيديو محل ما بدك يطلع، والكلام فوق كل بانر بيجي لوحده. فاذا انت في لحظه ما قررت تغير بلون البانر، بخط البانر، بالبوردر تبعينه، بتضيف له صوره، تضيف له اي شيء، فمباشره بتفوت على الماستر على اي وحده، على كل، مو بس على هي، هلا اي وحده منهم صارت ماستر. يعني شايفين هلا جيت على اخر وحده هون، فانا جيت حركت الربط لهون مثل ما شايفين تحرك بكل التاني. يعني هي كمان احد الميزات انه اي وحده فيهم هي ماستر، فانت بتعدل باي وحده فبتعدل بالكل. فهذا درسنا اليوم يا شباب ويا صبايا، بتمنى يكون هيك مفيد واخذتوا فكره عن الابجريد وماستر جرافيك. مثل ما قلت لكم التجريب هو اكثر شيء بيعطيكم ثقه بالمعلومات اللي عم تاخذوها، وبيبين اذا عندكم اي اخطاء او اي مشكله فكلها بتبين بالتدريب. فبتمنى ان التدريب من الجميع، اي تساؤل بيطلع عندكم حطوا لي اياه باسفل القناه اسفل الدرس وانا برد عليه باسرع وقت،
والدرس الجاي إن شاء الله تابعوا معي راح يكون عن الإعدادات أو مع القوالب الجاية جاهزة مع البريمير، فينا نستخدمها بالجرافيك كمان كتير كتير حلوة. بظن الدرس الجاي أنا بكون غطيت كل شيء عن الجرافيكس بالبريمير، وبعدها إن شاء الله أنا راح أحاول أنتقل على درس الألوان وبلش بقى كمان بتقنيات جديدة وكتير حلوة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب ويا صبايا والضغط على زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد. انطروني بالدرس الجاي، يعطيكم ألف عافية وسلامات للجميع.